يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هناك ادعاء من قبل كثير من الملحدين يقولون إن ما يسمى بالشذوذ الجنسي أو هم يسمونها المثلية الجنسية هي أمر طبيعي أو ظاهرة طبيعية فطرية، وليس للإنسان اختيار في هذا المجال. فما هي حقيقة الأمر؟ دعوني أتأمل معكم هذه الحقائق اليقينية. أنا اليوم أحببت أن أتأمل معكم دراسة علمية يقينية نشرتها أشهر مجلة في المجالات العلمية، وهي مجلة الطبيعة. هذه الدراسة كانت صادمة للملحدين. ملخص هذه الدراسة: لا يوجد جين للشذوذ الجنسي. الجين هو الشفرة الوراثية أو الصبغيات التي يعني موجودة في خلايا الإنسان. هناك أشياء الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بها، مثل الطول، لون الشعر، لون العينين، وهذه الصفات الوراثية لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بها. فظهرت بعض الدراسات تقول إن الشذوذ الجنسي أو المثلية هي أيضا أمر لا يستطيع الإنسان أن يتحكم به، وبالتالي من الخطأ أن تحرمه الأديان، من الخطأ أن الإسلام يحرم شيئا ليس للفرد اختيارا فيه. أنا الآن أريد أن أتأمل معكم أيها الأحبة هذه الدراسة. قلنا سابقا بأن أي دراسة علمية تناقض القرآن الكريم فهي دراسة خاطئة. أي دراسة علمية تناقض القرآن الكريم فهي دراسة خاطئة. لقد فرح الملحدون ببعض الدراسات الشاذة التي تؤكد أن المثلية الجنسية ليست خيارا، إنما هي مورثات موجودة في داخل الإنسان خارج عن إرادة الإنسان. هذه الدراسات أيها الأحبة أنا قلت مرارا وتكرارا إنها غير صحيحة. وسبحان الله، اليوم تأتي هذه المجلة الشهيرة، مجلة نيتشر، هنا أيها الأحبة، مجلة نيتشر في أوسع دراسة علمية لها تؤكد أن الشذوذ الجنسي أو المثلية لا علاقة لها بالجينات الوراثية. فقد أجريت مؤخرا دراسة نشرت على موقع مجلة الطبيعة بتاريخ 29/8/2019، يعني دراسة حديثة. هذه الدراسة أجريت على 500,000 إنسان. تصوروا دراسة تجرى على 500,000 إنسان، يعني هي دراسة واسعة جدا. والذي قام بهذه الدراسة حقيقة هو عالم جينات من جامعة هارفارد. هذا هو العالم أيها الأحبة، هذه صورة العالم هنا الذي قام بهذه الدراسة على عدد كبير من الأشخاص، مئات الآلاف. وهذه هي صورة مجلة الطبيعة، هنا نيتشر معروفة جدا، وهنا نو جاي جين، لا يوجد جين للشذوذ الجنسي، لا يوجد مورثة للشذوذ الجنسي. وهذه دراسة عالمية كبرى تؤكد أن الشذوذ الجنسي يختاره الإنسان، هو المسؤول عنه. أنت أيها الإنسان أنت المسؤول عن سلوكك وتصرفاتك. لذلك يعني هذا الباحث وجد بشكل يقيني أنه لا يوجد جين خاص بما يسمى المثلية الجنسية. طبعا القرآن يسميها الفاحشة وينهى عنها بشدة. هذا الباحث يقول إن 25% من السلوك الجنسي يمكن تفسيره بعوامل وراثية، أما باقي نسبة فيتبع البيئة والثقافة. البيئة والثقافة، إذن أنت المسؤول أيها الإنسان.
لذلك هذه رسالة للملحدين الذين يقولون إن الله ظلم الناس عندما حاسبهم على ارتكاب الأخطاء. الله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هنا أيها الأحبة، أنا لدي طريقة تدعى GWAS. طبعا هذه الطريقة لدراسة الجينات وترابط هذه الجينات مع بعضها، حيث يتم دراسة التغير الجيني المفرد أو ما يسمى SNPS لمئات الآلاف من البشر، وعند وجود تغير مشترك لخاصية ما يكون هذا الجين مسؤولا عن هذه الخاصية. وهذه طبعا فكرة عن التغير الجيني المشترك لمجموعة من الأشخاص، تستطيع من خلاله أن تدرك أن هذا السلوك هل هو باختيارك أم غصبا عنك. يعني من يذهب إلى الفاحشة، من يذهب إلى الشذوذ الجنسي، كيف نعلم أن هذا العمل الذي يقوم به مجبر عليه، هو مورثات موجودة فيه تدفع لهذا العمل؟ يعني مثل دقات القلب لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بها، مثل الدورة الدموية، ضغط الدم لا تستطيع أن تتحكم فيه. السلوك الجنسي للإنسان تبين أن الذي يؤثر عليه هو ثقافته، بيئته، وماذا يدور في رأسه. إذن هو المسؤول، هو المسؤول عن هذا الأمر أيها الأحبة. طبعا هنا أيها الأحبة، نتيجة الدراسة طبقت على 500,000 شخص، أكدت أنه لا يوجد جين أو مورثة مسؤولة عن المثلية الجنسية، إنما تشترك العديد من الجينات في التأثير على هذه المثلية، مثلها مثل الكثير من أنواع السلوك البشري. وبالتالي لا يوجد ما يجعلنا نعتقد بأن الشذوذ له مورثات. طبعا هذه الصورة هنا للشريط الوراثي، الشريط الوراثي، وتتوضع عليه الجينات هنا، الجينات أو المورثات موجودة هنا، وكل جين أو كل مورثة مسؤولة عن مجموعة من الخصائص لدى البشر، وهذا الأمر موجود لدى كل الكائنات أيها الأحبة. وبالتالي نحن عندما نتحدث الآن نتحدث بشكل علمي يقيني، ليس هناك مجال للاجتهاد. إذن خلاصة البحث الجديد أن جميع الدراسات فشلت في تحديد الجين المسؤول عن الشذوذ الجنسي، وكذلك فشل العلماء في التنبؤ بمستقبل أي طفل وما سيكون عليه، لأنه لو كان هناك جين مسؤول عن الشذوذ لكان من السهل أن نتنبأ أن هذا الطفل سيكون شاذا جنسيا في المستقبل، وهذا لم يحدث أيها الأحبة. فشل العلماء في التنبؤ بمستقبل أي طفل وما سيكون عليه. هذا يؤكد أنه أصلا لا يوجد جينات مسؤولة عن ذلك، إنما الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهداه النجدين. أنا أحب أن أقرأ هذه الآية أتأملها معكم. وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، هذا ممهد أمامك أيها الإنسان وهذا ممهد أمامك. لذلك نجد أن المجتمعات التي تحرم المثلية نادرا ما نجد فيها مثل هذا الشذوذ. يعني مثال على ذلك أحبتي في الله، خذوا مثلا الدول الإسلامية، تجد نسبة الشذوذ الجنسي نسبة قليلة جدا، وكلما سمح المجتمع بهذه الظاهرة ورغب بها تجد أنها تنتشر. مثلا في فرنسا هناك يعني إحدى المقاطعات نسبة الزواج بين الشاذين جنسيا 13%، تصل نسبة كبيرة جدا أيها الأحبة. وبالتالي هذه الدراسة التي نقدمها اليوم أيها الأحبة تطابق القرآن الكريم. لذلك القرآن عندما حرم الفاحشة حرمها لأنها تتم باختيارك أيها الإنسان، وليس لأن الله يريد أن يظلم الناس. هنا أيها الأحبة
أنا لدي نص قرآني عظيم، انظروا لماذا الحرب على الإسلام؟ هذا النص يلخص لنا ذلك. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، مشكلة الإسلام اليوم أنه دين الطهارة، لذلك الإسلام يحارب فقط لأنه دين الطهارة، لا يسمح بالظلم، لا يسمح بالربا، لا يسمح بالتعدي على حقوق الآخرين، دين لا يسمح بالفاحشة، لا يسمح بالخمر، دين مليء بالطهارة بالعفة. وبالتالي أيها الأحبة، هذه الآية أختم وأقول تؤكد أن الشذوذ ليس وراثيا وليس من أصل تركيب الشفرة الوراثية الإنسان، لأن قوم لوط هم أول من ابتدع هذا النوع من الفاحشة، وهذا يتطابق مع الدراسة العلمية، ونقول كذب الملحدون ولو صدقوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وكل أمر لا يحبه ولا يرضاه، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.